اوكي، السلام عليكم. معكم عماد او كابتن المالات. اليوم معكم فلوق جديد يا جماعتي. فاليوم يا جماعتي عندنا فلوق مباراة شباب الاهلي ضد بس مباراة في ملعبنا، الجولة رقم 15 في دورينا، و اول مباراة في ملعبنا في 2023. اليوم يا جماعتي ان شاء الله بنفوز في هذه المباراة، ان شاء الله نستمر في الصدارة. مباراة في ملعبنا وبالتيشيرت الاحمر طبعا. خلونا نروح الملعب وان شاء الله نفرح بهالمباراة، ان شاء الله نفرح بالفوز. والمباراة بتكون قبل مباراة الوحدة اللي بتكون الاسبوع الجاي في ابو ظبي. يلا شباب الاهلي الاول، دبل فجيرة المركز 14 الاخير، بس تعرفون نحن نعاني مع الفرق الصغيرة، فأتمنى الفوز لنادينا. ليتس جو، خلونا نروح للملعب مرة ثانية. مو مرة ثانية يعني مرة المليون هي هي اكيد. في باص قدامي، انا كل ما بروح الباص رايح الملعب. مباراة في ملعبنا الاول مرة في هاي السنة 2023. على الورق مباراة سهلة، بس هل اتوقعها سهلة؟ اكيد لا. يلا خلينا نروح الملعب. هدف اول لنادينا يسجله عمر خليبين في الدقيقه 36 قبل نهايه الشوط الاول. هدف اول لنادينا، حلو. 1-0 لنا. يلا الثاني. ممكن بيتيك البول، ممكن فيها بلنتي، او انا اتوقع ان فيها بلنتي اصلا. يلا
شاء الله بلنتي. حكم عطى المباراة كانت أصفر. فيدريكو كارتابيا يسجل الهدف الرابع في الدوري. اوكي الهدف الثاني لنادينا فيدريكو كارتابيا سجل الهدف الثاني في نهاية الشوط الأول. 2-0 لنادينا. لا يتحسبون لدارة ان ما نبغى مهاجم بعد ما نبغى. بنلعب ضد الوحدة الأسبوع الجاي بنلعب ضد الهلال هالشهر. نهاية الشوط الأول 2-0. اوكي يا جماعتي فهمت الشوط الأول 2-0. شو رايك في الشوط؟ الشوط كان زين. زين. يعني كان مفروض هاللي نسويه نلعب ضد دبه ونحن المركز الأول أكيد كنا مفروض نسجل عليهم كم جول. طلعنا بجولين من الشوط الأول إن شاء الله في الشوط الثاني نطلع بجول أكثر. نفوز 5 يعني ليش ما نفوز 5 اليوم؟ هي هذا اللي انا ابغى اقوله. الشوط الاول كان ممتاز بالنسبه لنا وسيء بالنسبه للدبع، حتى ما شفت لهم محاوله في الشوط. فاهم؟ يلا بالتوفيق لنادينا في الشوط الثاني. يلا بداية الشوط الثاني ان شاء الله 5. الهدف الرابع لنا وغسان يسجل هدف الرابع. حياته اهلاوي مياته خلاني اتمشى على جناته. Yeah.
فرجعنا لكم. فالحين يا جماعتي هال هي نهاية الفلوق. شباب الاهلي يفوز 5-1 على الدبا في مباراة اليوم طبعا. والاسبوع اللي بتكون مباراتنا ضد الوحدة، فالحمد لله على الفوز. هي الحمد لله على الفوز، فزنا 5-1. خريبين سجل هدفين اليوم، واتوقع نسوى اسست لهدف الغساني ايضا. ف اوكي فزنا، بس لا نزال مو بجاهزين حق آسيا أو جاهزين حق المباراة الجاية اللي بتكون ضد الوحدة، لأن مباراتنا الجاية ضد الوحدة بتكون انتهت فترة الانتقالات. فنحن بنشوف شو اللي بيصير في الأيام الجاية. يقولون إن في شيء ممكن يصير في الأيام الجاية، إن شاء الله بنترقب وبنشوف، وإن شاء الله يكون في شيء، إن شاء الله نجيب مهاجم جديد نواجه فيه الهلال في الآسيوية. فأنا ما أدري الحين، أنا الحين أتوقع فوق تسجيل هاللقطة الهلال متعادل مع الوداد في كأس العالم للأندية. شوف الهلال قاعد يلعب في كأس العالم للأندية، ونحن هني اليوم نلعب ضد به. فهاي بين قوة الهلال صح. فإن شاء الله يعني في هالشهر نفوز على الهلال ونتأهل لدور الثمانية، ونتأهل ونقدم مستوى ممتاز في آسيا، وأيضا نستمر في مستوانا في الدوري ونتم في الصدارة. فنحن مصدرين الشارجة الحين فايز على بنياس. فهاللي أنا أبغى أقول لكم إياه، الحمد لله على الفوز، وإن شاء الله نشوفكم في الأسبوع الجاي طبعا. إذا أنتم ممكن تقولون هل هاشال شباب؟ هي هو السبب اللي خلاني اخذ هذا الشال اليوم ذكريات. ايه فاذا انتم ما تعرفون كابتن المايت بشكل شخصي، انا مشجع حضراوي سابق. فلقيت هالشال يبيعون وبقى على الملعب، يعني هالشي كان غريب شوي بالنسبة لي. واحد قال البايع قال لي ان في واحد ياه وقال لي ان مول ما بيشتري هالشال حتى لو كان ببلاش، انا اشتريته.
اشتريته ب 25 درهم كان برا على الملعب مع شارات ثاني مال شباب الاهلي، بس انا اشتريت هذا سبيشل وتوقعني بلبسه في الاسبوع الجاي لانه بسوي ابوي، وابوي كان مشجع خرجاوي قديم. فهي اتوقع ان هني بختم هذا الفيديو، اتمنى انكم استمتعتوا، لا تنسوا اللايك والسبسكرايب والجرس. كان معكم كابتن الامارات عمر، اشوفكم في الاسبوع الجاي، وبعدين باقي 8 مشتركين ونوصل 4000 اشتركوا يا جماعتي. كان معكم عمر، مع السلامة شباب.